طيب إلى فقرة التغذية، حيث أكدت دراسة كندية جديدة ضرورة أن يكون النظام الغذائي لدى الإنسان شاملاً. وأشارت الدراسة إلى أن معظم الأنظمة الغذائية لا ينقصها البروتين أو الكربوهيدرات أو الدهون، لكن قد تنقصها الفيتامينات والمعادن، مما يؤدي لتداعيات صحية سلبية على المدى الطويل. فكيف نضمن التوازن في نظامنا الغذائي؟ سنسأل ضيفتنا بعد التقرير. وفق بيانات جديدة من جامعة تورونتو الكندية نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن نسبة كبيرة من الكنديين لم تستوفي المتطلبات اليومية لبعض المكملات الغذائية مثل سي وإي والمغذيات الحيوية لنظام المناعة القوي، إضافة إلى الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمعادن التي تنظم ضغط الدم. وكشفت الدراسة أيضاً أن معظم الكنديين يستهلكون الكثير من الصوديوم، إذ تجاوز متوسط استهلاك البالغين الحد اليومي الأعلى البالغ 2300 ملغرام من الصوديوم. ووفق خبراء التغذية، نظرت الدراسة في تناول المغذيات المأخوذة من الأطعمة والمشروبات فقط، ولم تأخذ في الحسبان المكملات التي تساعد في تحقيق الأهداف اليومية لبعض العناصر الغذائية الضرورية. وينصح خبراء التغذية أن يكون تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية هو النهج الأول للحصول على كل ما يحتاجه الجسم، فالفقدان المزمن للفيتامينات والمعادن يمكن أن تستنفد الطاقة ويؤدي إلى مجموعة من العواقب الصحية. ويشدد أطباء على ثلاثة عناصر يجب مراقبة مستوياتها بشكل دوري، هي الكالسيوم والحديد والألياف. معنا من أبو ظبي خبيرة التغذية الدكتورة يارا رضوان، صبحك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم دكتورة. يعني هذه الدراسة تكشف أنه في معظم الناس ما بيركزوا على تنوع الناحية الغذائية عندهم، يعني ما بيلاحظوا أصلا أنه هم يعني فاقدين عنصر معين أو مكثرين من عنصر آخر. إيش رأيك؟ صباح الخير مها لك ولكل المشاهدين. صحيح، هاي الدراسة ضوت على موضوع كتير مهم يلي هو إنه نحن ما عم ناخد حمية متوازنة. يعني أغلب الناس وخصوصا بالعصر اللي نحن عايشين فيه وبال يعني النمط الغربي من الغذاء يلي هو فيه كتير الأطعمة السريعة يلي فاقدة للعناصر الغذائية، كتير من الأشخاص عم يعانوا من نقص بعض العناصر الغذائية. وهون بيرجع عنا ضرورة التوعية وضرورة إنه نحن نتناول الطعام يلي هو غني بالعناصر الغذائية. يعني دائما الأطعمة السريعة بتكون عالية بالسعرات الحرارية ولكن فاقدة للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة اللي نحن بنحتاجها. فهي الدراسة ضوت على هذا الشيء وأظهرت إنه في نسبة كبيرة من العالم ما عم يوصل لهم كفاية من العناصر الغذائية مثل مثلا الكالسيوم أو الحديد. هاي العناصر اللي هي جدا ضرورية للإنسان لحتى يقوم بوظائفه بالجسم بشكل صحيح. طيب يارا، يعني هذه صراحة للأمانة هذه معلومات إحنا عارفينها من أول ومش شيء جديد أضافته هذه الدراسة، لكن الأهم هو أن نتعلم كيفية التنويع في هذه المصادر الغذائية. يعني يمكن عندنا الثقافة الغذائية شوية مختلفة، يعني إحنا ممكن نأكل الخبز في كل وجبة، نأكل الأرز في كل وجبة، يمكن كمية الكارب هذه نحس إنه إحنا لا نشعر بالشبع إلا إذا كانت هي الكمية الأكبر. كيف نقدر فعلا ننظم احتياجاتنا من بين البروتين الفيتامينز والكارب كل هذه الأمور؟ يعني تمام، هلا أول شيء دراسة وجدت إنه ما في نقص عند الأشخاص بالنسبة للشيء بنسميه الماكرو نوترينت، يعني يلي هن الكربوهيدرات يلي هو الفات أو الدهون والبروتين. فإذا المجموعات الكبيرة ما عندنا نقص فيها، ولكن النقص هو بالفيتامينات والمعادن. ليش هذا الشيء؟ لأنه نحن بالصناعة الغذائية بعصرنا الحالي صار كتير من الصناعات بتفقد المواد الغذائية العناصر المغذية اللي فيها. يعني مثلا النشويات مثل ما قلتي، صرنا أكثر من ناخذ الرز الأبيض أو الخبز الأبيض اللي هو تم إزالة القشرة، والقشرة هي يلي فيها غير إنه فيها الألياف ولكن أيضا هي اللي بتحتوي على الفيتامينات والمعادن. فنحن لو كنا عم ناخذ هاي النشويات من مصادرها الكاملة ما كان بيصير في عنا نقص مثل ما عم يصير هلا. نفس الشيء مثلا بالنسبة للبقوليات، كثير من الأشخاص بيهملوا
تناول البقوليات أو الخضار والفواكه، أغلب الناس ما عم تأخذ النسبة الكافية من الخضار والفواكه يلي هي تحتوي على عناصر متكاملة. يعني هون بدنا نحكي إنه الفرق بين الطعام والمكملات الغذائية، إنه المكملات الغذائية تحتوي على عنصر بيركزوا عليه، أو مثلا المالتي فيتامين بيكون فيه عدة فيتامينات ومعادن، ولكن الطعام فيه ديناميكية من تفاعل هاي المواد مع بعضها نحن لسه كعلم ما بنفهمه تمام. يعني لسه العلم ما تطور لدرجة نفهم شو هو التفاعل بين هاي العناصر اللي عم تكون بالتفاحة مثلا أو بالخضار. فهون بتجي أهمية أنه نحن نأخذ أغلب العناصر من الطعام وليس من نلجأ للمكملات الغذائية لنغطي النقص اللي نحن ما عم نأخذه من الطعام. يعني ما فينا طب بس احنا يارا نلجأ للمكملات الغذائية في حال وجدنا نقص، يعني اذا رحت مثلا عملت تحليل لقيت عندي نقص في فيتامين معينة او في معادن معينة، يعني هنا يجب اننا نلجأ للمكملات الغذائية. لكن بالنسبة لنوعية الطعام هل يجب ايضا ان نغير؟ يعني مثلا اول ما الاقي في نقص في هذه الامور ابدا فعلا يعني اوقف وقفه كذا مع نفسي وابدا اتناول مثلا الحبوب الكامله قد يكون حل؟ كثير مهم السؤال مها، لانه نحن صحيح لما يكون عندنا نقص يعني نروح عند الطبيب ونعمل التحليل ونلاقي انه فعلا عندنا نقص، وقت اكيد المكملات الغذائيه هون تلعب دور كثير مهم. ولكن ما بيصير نعتبر انه اخذنا للمكملات الغذائيه بعيد عن تغييرنا لنظام غذائنا. فأكيد أكيد 100% نحن إذا شخص عرف أنه هو عنده نقص أو أي شخص أنا بنصح يروح يعمل تحليل ويشوف إذا عنده نقص، أنه يطلع على غذائه هل هو غذاء متكامل، هل عم يأخذ كل أو أغلب المواد غير مكررة، أغلب الأشياء الطبيعية الموجودة بالطبيعة من خضار والفواكه، حتى اللحوم تعطينا كثير من العناصر، المشتقات الألبان والأجبان، المكسرات، هل نحن عم ناخذ بيومنا تنوع كافي بيعطينا بيأمن لنا هاي العناصر الغذائيه؟ طبعا في عندنا بعض العناصر اللي عصرنا الحالي او نمط حياتنا الحالي صار عم يخلي صعب شوي انه نحن نقدر ناخذ كفايتنا، مثل مثلا الفيتامين دي يلي نحن بنعرف انه نسبه عاليه جدا من الاشخاص في عندهم نقص بالفيتامين دي، لانه نحن صرنا عايشين ببيوت ما بنطلع كثير على الشمس. صح. هنا يجب اخذ مكملات غذائيه بفيتامين دي تحديدا، يمكن الدكتوره يارا لانه له بعد استشاره الطبيب. صحيح. بعد صحيح. استشاره الطبيب هي كثير نقطه مهمه. وعندنا ايضا البي 12 يلي هو عند مثلا الاشخاص اذا كانوا نباتين او اذا صاروا اكبر بالعمر فوق الخمسين ممكن يقل الامتصاص. فهون ايضا ممكن يكون في عندنا عازة أو حاجة لنأخذ البي 12. أنا بدأت بأخذ بي 12 من فترة. شكري لك جزيل الشكر دكتورة يارا على كل هذه المعلومات، خبيرة التغذية من أبوظبي الدكتورة يارا رضوان، ألف شكر لك، يعطيك ألف عافية. موجز إخباري جديد مع داليا.